العزلة ومتى تشرع. خطبة قيمة لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، من آثار البراءة من أعداء الله عز وجل الهجرة والهجر والعزلة. وتكلمنا باقتضاب عن الهجرة والهجر، ونتكلم اليوم عن العزلة، وهو موضوع شائك، إذ يحصل فيه توهمات نظرا لخطأ المعطيات. العزلة أمر شرعي، وهو سنة للأنبياء. أول من اعتزل إبراهيم عليه السلام، لما دعا قومه ولم يستجيبوا له، قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لكنه متى اعتزل؟ يوم أدى ما عليه فلم يجد نتيجة فخاف على نفسه. إن الرجل التاجر إذا أنفق من رأس ماله ينبغي عليه أن يعيد النظر في تجارته. نفقته ينبغي أن تكون من ربحه، لا يأكل من رأس ماله. فإذا رأى أنه يأكل رأس ماله فينبغي عليه أن يعيد النظر. رجل دعا الناس إلى الله عز وجل فآذوه حتى خشي على نفسه منهم، فحينئذ وجب عليه أن يحفظ نفسه، وهذا هو حد العزلة الشرعية. وإلا فالأصل عدم العزلة. من الذي يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا اعتزل الناس؟ من الذين يقفون على الثغور ويحاربون الكافرين إذا اعتزل الناس؟ من الذي يبين هذا الباطل الذي هو كالنهر الهادر في الجرائد والمجلات إذا اعتزل الدعاة إلى الله عز وجل خشية الأذى؟ في كل يوم طف على الجرائد والمجلات. لقد اعتقد بعض الناس، وبكل أسف ممن كنت أتصور أنه رجل عاقل ركيز، اعتقد وحزن على موت البغي الداعرة، وتصور ان قتلوها لانها اسلمت، واختارة كانت حامل في شهرين. كأن المسلم اذا زنى بكثرة يبقى الزنا حلال. ما هذا الخبث اللي جاري كل يوم حتى الان؟ مناع على الجرائد والمجلات، وكثير من الناس ليس عندها من العلم ولا ابجديات الاسلام ما يرد هذا الخبث.
موضوعات تافهة، لكن عند الذين يعلمون، عند الذين يعلمون أبجديات دينهم. لكن هناك ناس لا يعرفون شيئا. في هذا الوقت وهذه المعمعة خرج علينا خبران متناقضان أشد التناقض، لكن يبعثان على الأسى والحزن. الخبران في جريدة المسلمون، الخبر الأولاني ملياردير فلسطيني عرض أن يشتري حطام السيارة $20 مليون، سيارة المرأة البغي اللي هي في الحادث المعروف لديه، $20 مليون حطام سيارة وصفوها انها مثل علبة وطئت بالاقدام. يريد ان يشتري حطام السيارة $20 مليون. فعملوا معاه حديث، $20 مليون انت رجل فلسطيني وادي المستوطنات وادي الحكم الزيتي وادي العملية مبهدلة اخر البهدلة، ونتنياهو فارد عضلاته والمسألة لا تحتاج، وانت رجل فلسطيني على الاقل تتضامن مع الجياع العراة الذين لا يجدون مساكن، تروح تشتري حطام سيارة $20 مليون. قال له يا استاذ انا رجل تاجر، هذه المعاني اللي انت بتدور عليها دي ليست عندي، انا رجل تاجر اشتري حطام السيارة $20 مليون سأبيعها $200 مليون. طبعا $200 مليون لان الاكرة دي كانت هي حطت ايدها عليها، فيشتريها واحد غبي مغفل $1 مليون ولا $200. يقولك انا رجل اتصرفت من الناحية التجارية المحضة، انما مثال العواطف والمعاني اللي انت بتدور عليها دي ليست عندي. في ذات الجريدة ملياردير يهودي يعرض على حكام السعودية ان يبيعوا له مكة باي ثمن، باي ثمن، هو يريد مكة عشان ينشئوا معبد هناك، ويعرض ما يشاءون من الارقام اللي تخطر على بالك. فانظر اليهم وانظر الينا، انظر الى هؤلاء كيف يفكرون، وانظر الى هذا كيف يفكر. اليهود في العالم 15 مليون يهودي، معهم تكنولوجيا العالم وزراعة العالم واعلام العالم واموال العالم وسياحة العالم وزراعة العالم، مع 15 مليون فقط، 15 مليون فقط يملكون الدنيا كلها، لان اغنياء اليهود وظفوا اموالهم لخدمة اليهود، حتى اصبحوا الان لا يتحكمون في انتخابات الرئاسة الامريكية فقط، بل يتحكمون في انتخابات معظم الدول الهامة في العالم، وهم الذين يضعون التقارير، وهم الذين يرشحون الوزراء، وهم الذين يرشحون رؤساء الجمهوريات، بما لديهم من مخطط رهيب، عندهم تغلغل كامل في الانظمة. ومن يقرأ كتاب بروتوكولات حكومة صهيون يعلم صدق ما اقول. الكتاب ده اتنشر منذ اكثر من 100 سنة، وكأنهم يتكلمون عن الان، كل شيء خططوا له كان. اذا ليست المسألة هي عرض قضايا تافهة. بعض الناس قد يقول انت بتتكلم في قضايا ليست ذات باب، ليست هذه القضايا مهمة، احنا نريد القضايا الخطيرة. اقول لا، من جرب الناس تجربتي قال مثل قولي، ولقد صدق القائل اذا كان عدوك نملة فلا تنملة. معظم النار من مستصغر الشرر. كنا نظن ان هذه المسائل تافهة ولا تؤثر في العوام، اذا بها تؤثر فيهم فعلا، وتخط مستقبل كثير منهم، ويعادون كثيرا من النصوص الثابتة. لا اذهب بك بعيدا، هذا احد الدعاة الكبار الذي نشر كتابا يتكلم فيه عن احاديث الزهد في الدنيا، واحاديث الزهد في الدنيا في الصحيحين وفي السنن واحاديث صحاح كثيرة. فاتى بكتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، واتى بالاحاديث التي اتى بها المنذري ترغب في الزهد في الدنيا، وقال آفتنا من انتشار مثل هذه الاحاديث، هي احاديث الصحيحين اجمع العلماء على صحتها. يقول آفتنا نشر هذه الاحاديث. ليه؟ قال لك لان احنا طلقنا الدنيا وتزوجها الكاف. ولما كله يزهد في الدنيا المال يكون مع من؟ فهالني ان يكون هذا الداعية لا يفهم معنى احاديث الزهد. هذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط. ما قال الله عز وجل ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون عندكم مال ولا تكونوا اغنياء
إنما كل أحاديث الزهد في الدنيا، أي زهد القلب ليس زهد اليد، زهد القلب في الدنيا. ولو كانت الدنيا وجمع الدنيا له قيمة لجمعها النبي صلى الله عليه وسلم ولا حظ عليها. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا قوتا، يعني يجد العشاء وليس عنده إفطار. اجعل رزق آل محمد قوتا. لماذا؟ لأن العبد إذا لم يجد فليس له ملجأ ولا منجأ إلا إلى الله عز وجل، فدائما يلهج: يا رب يا رب يا رب. محتاج، مثل الولد الذي يحتاج ويقول: يا أبي يا أبي يا أبي. لذلك قل الشكر في بيوت الأغنياء. ليه؟ عنده الرصيد في البنك والشيكات موجودة، الثلاجة موجودة والمحفظة مليانة. لماذا يقول يا رب؟ متى يقول يا رب؟ إذا تورى يقول يا رب، لكن فيما عدا ذلك لا يقول. فالفقراء لماذا زكى عملهم؟ لأنهم أكثر الناس ذكرا لله عز وجل بسبب الحاجة المستمرة. الزهد في الدنيا الوارد في الأحاديث كلها معناها زهد القلب، زهد القلب وليس زهد اليد. إنما رغب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حيازة المال في اليد فقط. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر طبقات الناس وأن الناس جميعا لا يخرجون عن طبقات أربعة، جعل صاحب المال العالم أعلاهم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي كبشة الأناري رضي الله عنه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي الله فيه، يصل به رحمه، ويرعى لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط ماله، لا يتقي الله فيه، ولا يصل به رحمه، ولا يرعى لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي كفلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الوزر سواء. فكل رجل منا لا يخرج عن نمط من هؤلاء الأربعة: عالم غني، ثم عالم فقير، ثم غني جاهل، ثم فقير جاهل. أفضلهم جميعا العالم الغني، لأن تعدي الخير بخلتين أفضل من تعديه بخلة واحدة. إذا كان عالما ينفع الناس بعلمه ثم يسد بطون الجياع، هذا أفضل من واحد يعلم فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. أنت تلاحظ هنا أيها الأخ الكريم أن المال لا يبدأ بذكره استقلالا، إنما يأتي تبعا. الحديث الأول قال: آتاه الله علما ومالا، وهذا الحديث: آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، وآتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. إن المال بغير علم لا يمدح، مذموم. المال بغير علم مذموم. يعني الولد اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده، هذا الولد عنده سيارة خاصة، وعنده 70 سيارة من أحدث سيارات العالم، عنده جراج كامل 70 سيارة. ماذا فعل بالمال؟ يذهب إلى باريس ليتعشى فقط، يركب الطيارة ليذهب ليأكل أكل السمك ويرجع. أهو ده اللي معاه مال فقط، ليس عنده علم يعصمه. ولذلك كان الرجل الثالث بأخبث المنازل كلها: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط. شوف لفظ يخبط، يخبط. لا يرعى لله فيه حقا ولا يصل رحمه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا بأخبث المنازل.
إذن المال وحده ليس ممدوحا. فلما نقرأ أحاديث الزهد في الدنيا لابد أن نعلم أن الزهد الوارد هو زهد القلب، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن العاص: يا عمرو إني أريد أن أرسلك إلى غزاة كذا، عايز يبعثه قائد سرية، قائد جيش، كتيبة، لتغنم مالا. فقال: يا رسول الله، ما على هذا اتبعتك؟ أنا ما اتبعتك لأحرز المال. فقال له: يا عمرو، نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، الرجل الذي يتقي الله، فاتح بيوت، في ناس بيأكلوا بجانبه، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. فلما يأتي رجل كبير له منصب في الناس وفي الدعوة يقول إن لا ينبغي أن نعرض أحاديث الزهد في الدنيا على الناس، لا لا إشكال، العالم هتبلط في الخط، يبقى هذا فهم مغلوط، هو نفسه لا يفهم معنى الزهد. وإلا تجيش الجيوش كيف يتم بلا مال؟ سد حاجات الفقراء والناس والاكتفاء الذاتي، محنة أمتنا أننا فقراء، وليس فقرنا بسبب قلة الموارد، فقرنا بسبب الوصول، بسبب الفوضى الإدارية، هذا فقرنا. إحنا عندنا أذكياء وعندنا عباقرة، وكثير من الغرب أخذ العباقرة من عندنا وأعطاهم المال والإمكانات وأبدعوا، بعد ما خرجوا من عندنا ناشرات مفروضين. إحنا الآن بنفتخر إن فلان الفلاني مصري، وفلان الفلاني وعلان العلاني مصري، ويتخذوا مستشار كذا ولا مستشار كذا، بعد إيه؟ بعد إيه حلبوه وأخذوا خلاصة ما عنده، وليس هذا فقط، بل أخذوا ولاءه وانتماءه لهم، هم الذين أظهروا عبقريته وأظهروا ذكاءه. عندنا استعداد إن إحنا نكون أفضل أمة في الدنيا، وعندنا الكوادر والإمكانات، إشكالنا ليس إشكال فقر على الإطلاق، المسألة تحتاج إلى أمانة، وتحتاج إلى نظر وإعادة نظر وصدق انتماء، كما قلنا قبل ذلك مرارا. ونحن نتكلم عن جيل التمكين، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكت من سبقكم. أنا أعرف إخوة، وطبعا لما أقول إخوة مش المقصود ملتحين، يعني أعرف إخوة ناس من الناس لما كانوا فقراء، إذا قلنا أين فلان يقولون عند فلان، وأين علان يقولون عند فلان، فصار أحدهما علما على الآخر، بدأوا تجارة في محل صغير جدا، بدأت المسألة توسع حتى وصل تعاملهم إلى مئات الألوف، وصار لكل واحد منهم متجر كبير، واتفقوا على توزيع البلد إلى مناطق، أنت شرق وأنا غرب. فواحد منهم ضبط واحد صاحبه في الشرق وهو له الغرب، قال له: ايه اللي دخلك هنا؟ انت عارف عاملين الشحاتين مقسمين البلد مناطق، مش حد يشحت في المنطقه بتاعته، ايه اللي جابك هنا؟ قال له: يا اخي ده ارزاق ورجل قابلني وعملت معاه صفقه. قال له: لا، ده تبقى تعدي عليا وتقطيع بقى وتقفيل على الارزاق والكلام ده، بدات المشاكل. الان لا يكلم بعضهم بعضا، ولا يلقي بعضهم على بعض سلام، ولا يصلون في مسجد واحد على الاطلاق. والله الفقر كان زين، فقر كان جميل، جمعهم وألف بين قلوبهم. وهذا نموذج من مئات النماذج التي لا شك أن عندكم منها عشرات تصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم. إذن هذه الأغاليص الموجودة في الكتب والجرائد والمجلات، إذا اعتزل العلماء أو اعتزل الدعاة إلى الله عز وجل إيثارا للسلامة من ضغط العوام والرد، فمن الذي يبين دين الله عز وجل؟ أيها الإخوة الكرام، العزلة تشرع في ثلاثة أحوال. الحال الأولى: ألا تميز بين الحق والباطل، ودعيت إلى جهة من الجهتين وأنت لا تميز، حينئذ تعتزل. وقد فعل هذا جماعة من خيار الصحابة لما وقعت الفتنة بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فها هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما وقعت الفتنة أخذ أولاده وماله وخرج خارج المدينة، فجاءه يوما ولده عمر ابن سعد، وقد تورط عمر في قتل الحسين،
فلما رآه سعد من بعيد جدا وهو لا يعلم من هذا الراكب، وكان سعد صاحب فراسة، فقال: أعوذ بالله من شر هذا الراكب. فاقترب الراكب شيئا فشيئا، فإذا هو عمر ابنه، فدخل عليه فقال: يا أبتي، أرضيت أن تكون أعرابيا في إبلك والناس يتقاتلون على الملك؟ أما والله لو ذهبت أظنها تؤول إليك، تبقى أنت الخليفة. فضرب على صدره وقال: يا بني يجلس، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي النقي الغني الخفي. وروى ميمون بن مهران رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص أنهم جادلوه: كيف تركت هذا ولم تدخل؟ قال: إذا جئتموني بسيف ينطق له عينان ولسان يقول هذا كافر اقتله، هذا مؤمن دعه، حينئذ أخوض معكم. يا قومي، إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم في سفر، فهبت عليهم ريح مظلمة ففقدوا الطريق، فقال جماعة: الطريق يمينا فمضوا، وقال جماعة: الطريق يسارا ومضوا، وقال جماعة: بل نبقى في مكاننا حتى تنجلي. فما لبثت الريح أن انجلت، فإذا الذين وقفوا وقفوا على الأمر الأول، هو ذا الفقه، وقفوا على الأمر الأول. واعتذر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قيل له: لما اعتزلت؟ قال: لا أعرف من الباغي، ولو علمت لقاتلت. واعتزل أيضا محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، اعتزل الفتنة. وكان خزيمة بن ثابت الأنصاري يمشي مع علي ولا يقاتل، حتى إذا قتل عمار قاتل. لماذا؟ لأن خزيمة بن ثابت سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمار بن ياسر لما كان بيبني المسجد النبوي، وكان عمار ناقها من مرض، فكان الصحابة يحملون لبنة اللبنة وعمار يحمل لبنتين لبنتين مع مرضه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يزيل التراب عن ظهره وهو يقول: ويحك يا ابن سمية، تقتلك الفئة الباغية. وكان عمار مع علي، يبقى ظهر لخزيمة بن ثابت أن علي بن أبي طالب مبغي عليه. فإذا إذا لم يميز المرء الحق من الباطل يعتزل، وليس هذا في الفتن فقط، إنما هذا في كل قضية طرحت قضية ما وليس عندك علم أهذا محق أو مبطل، اعتزل الجدل ولا تخض بلسانك ولا تقل أنا رأيي كذا، طالما أنك لم تميز بين الحق والباطل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هناك كلمة حكيمة قالها العلماء لها صلة بموضوع الاعتزال. يقول العلماء: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. الجدل الذي يحصل بين الأقران ويتكلم أغلبهم بلا علم سابق فضلا عن عقيدة راسخة، هذا ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الأغلوطات ونهى عن عضل المسائل: اعتزل الجدل. فهذا أحد وجوه العزلة، ليس المقصود أن تكون هناك فتنة فيها سيوف ودماء فاعتزل، لا، كل مسألة لم تعتقدها وليس عندك فيها علم سابق تعتقده دينا اعتزله. لا أقول اعتزله فقط، إنما أقول تعلمه، لكن لا تجادل. الحالة الثانية في الاعتزال أن تضعف وتقل مؤنتك في عرض الحق الذي عندك بسبب كثرة المخالفين وقوة شوكتهم، وهذا أيضا بيدخل في حكمة الدعوة. بلد فيها مبتدعة كثيرون، ولنقل صوفية، وهؤلاء الجماعة يقدسون الأولياء وينذرون لهم، وأنت فرد وحدك،
وبدأت تدعو إلى التوحيد، واستجاب الناس لك، ورأيت ثمرة غراسك. ليس من المصلحة ولا الحكمة أن تتصدى لذم القبور علانية، ولا أن تقف في مواجهتهم علانية، لأنه ليس هناك أي مصلحة في كسرك. بقاؤك ولو بخطى وإيدة أفضل من تدميرك. العز بن عبد السلام وهو بيتكلم في القواعد الكلية وجاء في باب المصلحة، فقال يعني إذا وقع حرب بين المسلمين وأعدائهم، قال إذا لم يحصل نكاية وجب الانهزام. إذا لم يحصل منا نكاية في العدو، كسرناهم هزمناهم غلبناهم، وغلب على ظننا أننا إذا دخلنا الحرب غلبنا، وجب أن ننهزم لعدونا. ثم علل ذلك قائلا لأنه إذ لم يحصل نكاية كسرت شوكة المسلمين وذهبت بيضتهم مع عدم وجود مصلحة في ضياع النفس إذ ضاع الدين. الضرورات الخمس التي نزل الإسلام كله بكل نصوصه لحفظها، أولها الدين، ثانيها النفس. فإحنا في حرب مع عدونا، إنما نحارب لتكون كلمة الله هي العليا. حربنا في الأصل مش حرب استرداد أرض، ولا حرب غزو الناس لمجرد يبقى نوسع كده الرقعة بتاعتنا، أبدا. ما شرع الحرب في الإسلام إلا لإعلاء كلمة الله دفعا أو طلبا. جهاد الدفع، إذا هجم عليك عدوك تدفع عن نفسك لتحفظ بلدك ودينك ومواطنيك. جهاد الطلب، إن أنت اللي تطلب العدو، تبعث رسل، أريد أن أدعو إلى الله عندكم. قالوا لا. قلنا لهم طيب، إما أن تخلوا بيننا وبين دعوة الناس ولا تحجروا عليهم، وإما قاتلناكم. والله إذا رضوا بحز الغلاصم ونكز الأراقم والبلاء المتلاطم المتراكم، هم أحرار، ندخل عليه. إذا رضوا قالوا خلاص تفضلوا ادخلوا وادعوا، فإذا دخلنا فمن أسلم منهم صار منا، ومن لا فعليه أن يدفع الجزية وهو صار. جهاد الطلب، إن أنت اللي تطلب العدو، تبعث رسل، أريد أن أدعو إلى الله عندكم. قالوا لا. قلنا لهم طيب، إما أن تخلوا بيننا وبين دعوة الناس ولا تحجروا عليهم، وإما قاتلناكم. والله إذا رضوا بحز الغلاصم ونكز الأراقم والبلاء المتلاطم المتراكم، هم أحرار، ندخل عليه. إذا رضوا قالوا خلاص تفضلوا ادخلوا وادعوا، فإذا دخلنا فمن أسلم منهم صار منا، ومن لا فعليه أن يدفع الجزية وهو صاغ. هو ده مشروع الجهاد كله، إنما قام لأجل هذا. وترك الجهاد مهلكة للذين لا يجاهدون. قال الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فواحد ذهب إلى أيوب الأنصاري أسلم بن عمران، قال بها، قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الجهاد؟ قال لا. وكان في قصة استدعت أبا أيوب الأنصاري يقول هذه الواقعة، حصار بين المسلمين والروم، بينما هم محاصرون الروم إذ خرج صف عظيم من الروم وخرج صف من المسلمين ليلاقيهم، وحصل اشتباك. فواحد من المسلمين دخل في وسط المشركين وعمل يعني يضرب هذا وذاك، عمل نوع من الاضطراب في صفوف المشركين، فجعل الناس يقولون سبحان الله، ألقى بيده إلى التهلكة. فحينئذ خطبهم أبو أيوب الأنصاري وقال أيها الناس، إنكم تضعون الآية في غير موضعها، إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، قلنا بيننا وبين أنفسنا سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد أعز الله دينه وكثر ناصروه فلنصلح أموالنا التي تلفت. كل واحد له تجارة له زراعة، بسبب الجهاد المستمر تلفت الزراعة وتوقفت حركة التجارة. قال فنزل قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكانت التهلكة ترك الجهاد. فإذا مسألة المصلحة والمضرة هذه مسألة مهمة في تحديد معنى الاعتزال، أعتزل أم لا؟ فأنا في بلد مثل ما وصفت لكم،
وأدعو ووجدت لدعوتي صدى وبدأ الناس يستجيبون، فلنكن مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كسر الأصنام يوم جاء، وكانت رايات البغايا على البيوت ترفرف وهو يمر، وكانت الأصنام في جوف الكعبة وهو يطوف، ومع ذلك سكت، لأنه له ليس هناك أي مصلحة في استباحة بيضة الضعفاء المستضعفين. فإذا وجدنا أننا لا نقدر أن نقيم الدين في وسط هؤلاء، دعونا من استجابوا لنا. فإن وجدنا أننا لا نستطيع ولا يوجد لنا رصيد في هذا البلد، وخشيت على نفسي السلف إما بالأذى وإما بالركون إليهم، حينئذ نعتزل. وهذا ينطبق عليه تماما قصة أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته. فاعتزلوا، اعتزلوا هؤلاء لأنهم لا يقدرون على تغيير مجتمع فيه أباطرة وهم مجموعة من الفتية الصغار الذين لا يقون على ذلك. الحالة الثالثة التي توجب الاعتزال أن تكون فردا لا معين لك. وبين هذه والتي قبلها عموم وخصوص، يعني الحالة الثالثة أن تكون أشد تفردا من الحالة الثانية، فحينئذ تعتزل إذا خفت على نفسك. أما دون هذه فإن العزلة لا تشرع حتى نقيم دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وجاء هذا الفعل مضارعا مؤكدا باللام مضارعا، ونحن نعرف أن من صفات الفعل المضارع الاستمرار، يعني ينبغي أن يستمر المرء، هذه العجلة تستمر. فكيف يكون هذا إذا اعتزلنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. إذا شرعنا العزلة للناس جميعا وكل واحد يعتزل، فمن الذي يقوم بهذه الشعيرة العظيمة؟ كل عالم يا إخوتي الكرام لما تقرأ ترجمته تجد عنوانا مشتركا في تراجم العلماء الربانيين، تراجم الجانبية العناوين الجانبية للعلماء، اسمه، كنيته، مولده، شيوخه، تلاميذه، ورعه، زهده، تقشفه، طلبه للعلم، ثم تجد محنته. هذا العنوان الجانبي محنته لابد أن تجده في كل تراجم العلماء الربانيين. ما معنى المحنة؟ أليس فيها مواجهة؟ هو إذا اعتزل وحده وتفرد مما يمتحن؟ إنما يمتحن لأنه أمر ونهى: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فدلنا ذلك على أن من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر لابد أن يصيبه أذى. لذلك قال: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حقيقة وصلتني لقاع مكتوبة، وهي تتعلق بكلامنا عن الولاء والبراء،
ورأيت العناية بها وأن أجلي لأصحابها ما أخطأوا فيه أو ما توهموه على خلاف ما ذكرته من النصوص الصريحة سواء كانت في القرآن أو السنة. وأيضا هناك بيان آخر بيوزع على أئمة المساجد وعلى الخطباء فيه أشياء تستحق أيضا الإشادة وأشياء تستحق أن برضو ننظر إليها وأن نعلق عليها. يقول بعض الذين أرسلوا إلي هذه الرفاع، يقول بعد البسملة والصلاة والسلام والثناء على الله عز وجل، يقول فأنا من أشد المعجبين بك، ولكن اسمح لي أن أتجرأ وأن أخالفك في بعض وجهات النظر، ولذلك لا يفسد للود قضية إن شاء الله. يقول أنت تقول أن من علامات الولاء والبراء مقاطعة النصارى وعدم إلقاء السلام عليهم أو أي تحية أخرى، وذكرت حديث أنا ذهل، وطبعا مشكلها بالضم يعني، لما سمعته، وهو معناه أن المسلم عندما يرى يهوديا أو نصرانيا في طريق بئر يطرحه في البئر. أنتوا أظن كلكم حاضرين ومواظبين على دروسي وعلى خطبي، هل مر هذا في كلام؟ ما مر على الإطلاق في كلام أن أنا قلت إذا رأيته بئر مثلا ثم بالبئر حطه بقى في البئر، أنا ما قلت هذا على الإطلاق. وأيضا ما قلت إذا قابلت النصراني لا تحيي بأي تحية كانت، أنا قلت هذا؟ ولا قلت مثلا قل له أي تحية صباح الحق، حتى أنا فاكر التعبير بتاعي قلت له حتى أقول له صباح الفل كمان، لكن قلت لا تلقي عليه تحية الإسلام. تحية الإسلام التحية الخاصة بالمسلمين. وهكذا أيها الإخوة الكرام، هذا الكاتب أخونا في الله الذي أرسل هذا، وأنا أيضا معجب به أنه طرح ما عنده ولم يكتمه حتى أسدده وحتى أصلح له ما أخطأ فيه. لما قلت أنا في الخطبة أن بعض الناس فعلا لام علي كتابة ومشافهة، أنني أحيانا أعرض أتعرض في خطبتي للكلام عن بعض الموضوعات العامة، مثل الحادث اللي حصل بتاع المرأة الإنجليزية وهذا الولد المصري، يقول يعني أن المنبر أقدس من أن أنت تذكر عليه أمثال هؤلاء. هذا كلام رجل لم يجرب الدعوة ولم يجرب الناس. الذي جرب الناس يختلف كلامه وعطاؤه تمام الاختلاف عن حديث الغرف والمكتبات، يختلف كلامه عن الرجل المثالي الذي لا ينظر إلا في المثاليات. إحنا بنعالج واقع. تعرفون ما هو أهم جهد للداعية؟ اللي هو هذا الجهد اللي احنا بنفتقده في اغلب الذين يعتلون المنابر، جهد الداعية الاعظم، الاعظم انه يعين الناس على تنفيذ النصوص، مش يحط النص قدامه وقول له نشوف بقى انا حطيت لك النص بقى انت عقلك فرسك على الخلاص، هتخلفه تبقى فاسق تبقى كافر تبقى مبتدع تحر. لا، انا مهمتي ان اقول له النص كذا، يقول والله لكن البيئة عندي لا استطيعها، يقاومونني أبي يقوم أمي زوجتي، أو من أفكر له إزاي ينفذ النص في حدود إمكاناته، لا يتركه على الإطلاق وسدده، أفكر له يمكن أن تنفذه بطريقة الفلانية، تحتل بطريقة العلانية، تعمل كذا تعمل كذا. هو ده جهد الداعية، ربط النص بالواقع وإعانة الناس على العمل بالنص. لكن انت هتقول له ادي النص قدامك، ما هو عنده القرآن عند السنة وبيقرأ، لكن عاجز عن التصديق بسبب ضيق عطنه ضيق عقله، بسبب ان هو في المحنة، وعادة الانسان الممتحن لا يستطيع ان يفسر لان عقله مشغول بالمحنة التي فيها، فيحتاج الى رجل هادي غير ممتحن يفسر له. فهذا هو جهد الداعية الاعظم. فانا لما اتكلم كلام عربي مبين واضح، ويأتي مثلا بعض اخواننا في الله عز وجل يستمع هذا، فيكون من نتيجة السماع انه يفهم انني اقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قابلت اليهود وإذا قابلتم اليهود والنصارى في الطريق فاضطروهم إلى أضياقه، فيقوم يفهم إن أضياقه إن أنا أرميه في بير إذا لقيت بير، طب يفرض ما فيش بير أذبحه؟ ما أنا مش مستبعد إن واحد برضه يقول طالما ما عرفتش أضيق عليه أعمل فيه أي حركة مثلا. لا، مسألة هذه المسألة أنا ما قلتها، وليس هذا هو مضمون الحديث. عندنا آفة أيضا تكلمت عنها في مسائل الولاء والبراء، أننا نشئنا تنشئة خاطئة، ومصطلح الأخوة في الإنسانية غزا مصطلح الأخوة في الله.
الأخوة في الإنسانية ده مصطلح هو الذي غزا وعلى نجمه. ليه؟ لأن كل وسائل الإعلام مرئية كانت أو مقروءة أو مسموعة كلها تصب في هذا الاتجاه، كلها تصب في هذا الاتجاه الأخوة في الإنسانية، متصورين إن لما يقول هذا أنا لن أظلم النصراني مثلا أو لن أظلم اليهودي. لا والله، لا يمنعني عن ظلمه إلا الإسلام، لكن أعطني عزتي ولا تأخذها مني لأستعلي بها، وقل لي لا تظلم لا تظلم. هناك فرق ما بين إلقاء المودة وما بين التعامل. التعامل مع أهل الكفر وأهل الحرب جائز باتفاق المسلمين. أنت رجل تاجر وتحتاج إلى بضاعة مستوردة، بتعمل تعاقد وبتعمل صفقات مع ناس كفر بالله، هذا جائز لا إشكال فيه. وكان المسلمين يتبايعون مع الروم ومع فارس، تقول له صباح الخير عقدنا كذا وكذا والحكاية كذا وكذا، ابعت لي ابعت لي، خلاص انتهت المشكلة على كده، المسألة على كده. لكن المسلم يختلف، اولى قبله كيف انت، كيف اصبحت، كيف اولادك، لعلك بخير، اذا حمد الله انا احمد الله واثني عليه انه هو ما زال بخير وطمع عليك، حتى لو كان بيني وبينه خصومة. الاخوة في الله عز وجل لا يرفعها البغي، لا يرفعها البغي. وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهم، فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوة. لكن نحن ما ربينا على هذا المصطلح، اباؤنا فرطوا في تربيتنا، والاعلام شغال، الاعلام شغال. يعني ارى المثال الذي سأذكره يندرج ولو من طرف خفي تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأنا أقول الآن التلفزيون اللي شغال في البيت أليس هو والد ولدك؟ هو الناس بيقولوا كده، الناس بيقولوا كده في أمثالهم مثل غلط، لكن أنا سأحتج به عليهم. يقول لك الأب اللي ربى مش اللي خلف، مش كده بيقولوا كده في الأمثال؟ يقول لك الأب هو اللي ربى مش اللي ولد. طبعا الكلام ده غلط، الأب هو اللي ولد باختصار. ادعوهم لآبائهم، هو ابن مين؟ واحدة مثلا طلقت ومعها ابنها الصغير، تزوجت رجل، فالرجل الثاني أخذ هو لسه ابن شهرين ثلاثة أربعة ورباه وخلاه رجل كبير، ولم يرى أباه على الإطلاق طيلة حياته. من أبوه؟ اللي رباه ولا اللي خلفه؟ طيب انا بقى يعني من باب ايه؟ الالزام فقط، مش من باب الاحتجاج، هقول ان اللي بيربي ابنك ده ابن مين؟ ابن تلفزيون، ابن تلفزيون. ليه؟ لان الاب على مذهبهم هو الذي يربي. سيب انا التلفزيون مفتوح 24 ساعه والاب 18 ساعه شغال. يعني احيانا بعض الاباء بيقول لاولاده بيحشون، يدخل الساعة واحدة بالليل ويطلع الفجر، ده يربي فين ده؟ تعرف العيال بتاع عبدة الشيطان، من ضمنهم ولد القاضي بيسأله فبقول له انت ليه عملت كده وبتاع، واسترسل معاه قال له انا ما شفتش ابويا من سنة. قال له يا ابني ابوك مسافر؟ قال له لا، ده بيبات في البيت كل ليل، ورجل دبلوماسي شهير معروف. ليه؟ قال ما شفتوش من سنة. هو طبعا الولد بيطلع يسهر مع اصحابه ويرجع الساعة 4 الفجر، والراجل بينام بعد العشاء، هو بيطلع الفجر عشان يروح الديوان الشغل، والولد بكل السنوات فبقاله سنة ما شافش ابوه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام لما بيقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه، فإذا غاب الوالد وغاب دوره فلا يبقى إلا الحاضر. الحاضر مين؟ التلفزيون. التلفزيون هو الذي يربي. فمن جملة ما قتله التلفزيون هذه المسألة، مسألة الاعتزاز بدينه. ليس معنى أن تعتز بدينك أنك أنت تظلم، أرجو أن المسألة تكون واضحة. هم عندهم كده، تعتز بدينك تبقى بتظلم، والكلام ده خطأ غلط. أنا أعتز بديني ولا أظلم، جاري نصراني رجل لا يؤذيني لا أؤذيه، لا أؤذيه، وقع في ورطة برضو لا مانع أن أنا أقدم يد المساعدة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة الجنة في كلب سقط. ماشي يا أخي، نزل هذا منزلة ذا وخلاص. يعني إذا كان لك في كل كبد رطبة أجر، وهتاخد أجر،
وإذا سقيت كلبة تاخد، لو أنت اديت يد العون لرجل مثلا على غير دينك نصراني ولا يهودي مثلا واحتاج إلى ذلك، الإسلام لا يمنعك من ذلك، لكن يمنعك بقى من السهرات ونعمل بقى صحوبيات وداخل طالع والسلام، وفي نفس الوقت يقطع إخوان المسلمين. فإحنا بنقول لي يعني صاحبنا الذي كان في هذه الرفعة، أنا ما منعت السلام على النصراني بإطلاق، بل أجريت الخلاف الوارد بين العلماء وقلت مذهب ابن عباس في المسألة لعلكم تذكرونه. قلت إن بعض العلماء لما قرأ قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، فنظر إلى العلة في المنع، لماذا لا نبدأ اليهود والنصارى بسلام؟ العلة وردت في حديث آخر، إن اليهود إذا سلموا عليكم يقولون السلام عليكم، أي الموت عليكم، فقولوا وعليكم، يبقى هو رماني فأنا رجعتها، وده بالعدل ما ظلمتوش، هو بالعكس هو الذي بدأني، هو الذي بدأني ودعا علي بالموت، فأنا كل اللي عملته أنني رددت عليه هذه الدعوة ردا رفيقا بدون مشاكل، السلام عليه، بل أنكر صلى الله عليه وسلم الزيادة على ذلك. هو بدأني صحيح والباقي أظلم، لكن مش معنى أنه أظلم أنك أنت تدل الصعقة عليه، لا، لو زودت شوية عليها تبقى ظلم. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، دخل رجل من اليهود كما في البخاري وغيره على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا أبا القاسم، فعائشة وراء ستار قالت سلام أتحمل، فقلت وعليك السلام والغضب واللعنة يا إخوة القردة والخنازير. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لها إذا، قال يا عائشة إن الله يكره الفحش والتفحش، يعني إذا يا إخوة القردة والخنازير وعليك اللعنة والغضب والمش عارفه، الكلام ده كلام ذا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع السلام عليك يا أبا القاسم قال وعليك. فعائشة بقى ايه كادت ان تنفلق فلقتين لما سمعت الدعاء ده عليه، فقالت الكلام ده، فقال لها يا عائشة ان الله يكره الفحش والتفحش. قالت يا رسول الله اولم تسمع ما قال؟ قال اولم تسمعي ما قل؟ نخرج احنا عن هدي هذا الرسول الكريم؟ نخرج عن الهدي ده؟ والله ده يبقى ظلمنا انفسنا ونصبح بقى مضحكة ملطشة للي يسوى لما سواش، مفيش عدل احسن من كده ولا احسان احسن من كده. فالعلماء لما قالوا لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، قال لأنه هو بيلوي لسانه، يلوي لسانه ويقول لك السلام عليكم، وفي برضه بعض المسلمين بكل أسف طبعا لا يقصدون الدعاء يقول السلام عليكم كده يختص خط، وطبعا هذا على الأقل فيه شبه بالمغضوب عليهم، يبقى المفروض أن إذا سلم لابد أن يجود كلامه السلام عليكم. فالعلماء قالوا إذن العلة الناس إنك ترد عليه تقول السلام عليكم ما تردش عليه رد سليم، إن هو بيلوي لسانه. طيب في القاعدة المعروفة عندنا أن الحكم إيه والعلة متلازمان، إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا وجد الإيه زالت العلة زال الإيه زال الحكم. يعني مثلا لو جاء رجل إلى طبيب وقال له إن أنت مريض بمرض ما عندك الصفرة مثلا، طيب ما تاكلش دهون ما تاكلش حاجة سمين، طيب ما هي علته الرجل عيان ده؟ إيه علته؟ عيان عنده الصفرة. طب ما هو الحكم الذي حكم به الطبيب عليه إنه ما يأكلش سمين؟ خلاص كده يبقى صار عندي علة وحكم بسبب العلة، أخذ دواء وبتاع وربنا سبحانه رفع العلة والصفرة بتاعته رجعت تمام وما عادش عنده مشاكل، راح يكشف عند الطبيب قال له علتك زالت وبالتالي كل اللي انت عايزه، يبقى زال الحكم بزوال العلة أم لا؟ زال الحكم بزوال العلة وثبت الحكم بثبوت العلة. القاعدة دي بنرجعها بقى هنا، ما هي العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم إيانا عن الرد على النصارى أنهم يلوون ألسنتهم بالسلام؟ ما هو الحكم الذي فرضه علينا لأجل هذه العلة أن نقول لهم وعليكم فنرد عليهم مثل قولهم؟ خلاص العلماء الذين نظروا بهذا المنظار قال لك فحينئذ إذا مر بك نصراني أو يهودي فقال السلام عليكم، أهو كلام واضح أهو، ورحمة الله، تقول له وعليكم السلام ورحمة الله. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن المسألة زي ما قلنا مربوطة بالعلم، الراجل إحنا بنقول هو بيلوي لسانه بالكلام ما لواش أهو بيتكلم كلام صريح السلام عليكم، تقول له وعليكم السلام،
وتردها عليه. ده طائفة من أهل العلم لاحظت هذا وقالته، لكن قال المانعون إننا لا نسلم أن هذا هو علة الحكم. لو سلمنا معكم أن هذا هو علة الحكم لاتفقنا معكم، لكن لا نسلم أن علة الحكم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام، إن العلة أنهم يلون ألسنتهم بالسلام، بل ترك السلام عليهم إهانة لهم، والإهانة مقصودة في دين الله، لأن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا أن نأخذ الجزية منهم قال وهم صاغرون، مع إن هو لو أدى الجزية فقد تم المطلوب، مش كده؟ لكن يجي مدلدل ودانه ليه؟ ما يرفعش مناخيره قدام ليه؟ لأن إهانة الكافر أمر مقصود، كلما أهين الكافر كان في مقابل ذلك عزة للمسلم، لكن نبقى إحنا الاثنين أنداد وإحنا الاثنين رأسنا برأس بعض، ما ينفعش. لا يستوي المؤمن مع الكافر أبدا، لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار أبدا. فإذا مسألة إهانة الكافرين هذه مسألة مقصودة قصدها الشارع في أكثر من نص، فنحن لا نسلم أن العلة هكذا، وإن حمل النص على النص لا سيما الدليل منفصل، لا سيما الدليل منفصل، يعني العلة لو جاءت في نفس الدليل وكانت العلة متصلة بالحكم كان ممكن يبقى قوي جدا. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى النهي والإباحة بس في نص واحد ولا لا؟ أهي دي قوية جدا، أهي دي قوية. لكن تصور إن الحديث كنت لا تزوروا القبور، لا تزوروا القبور، وجاء نص آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رخص في زيارة القبور، ممكن بعض العلماء يعترض ويوجد محامل يقول لك لا يحمل هذا على ذات للدليل منفصل ونحمل ده على هذا على ذات، بخلاف ما إذا كان الحكم ونسخه أو الحكم تخصيصه أو الحكم تقييده قد ورد في نص واحد، ورد في نص واحد دي قوية. فنحن إذن لا نسلم، مع أن هذا مذهب ابن عباس أيضا، قال ابن عباس وصح عنه كما ثبته الحافظ في الفتح، قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك، هذا كان مذهب ابن عباس. ونقل ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى وقولوا للناس حسنى أن كان في بعض التابعين لا يلقى يهوديا أو نصرانيا إلا يسلم عليه فأنكروا عليه فقال ألم يقل الله عز وجل وقولوا للناس حسنى. ابن كثير تعقبوا في ذلك وقال بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام. إيه اللي عمل ابن كثير؟ إيه اللي عمله؟ ابن كثير يقول إن لا تعارض ما بين الكتاب والسنة، لأن إحنا بنخصص القرآن بالسنة. وقولوا للناس حسنى، الناس اسم جنس يفيد العموم، يعني أي ناس، أي ناس. فإذا ورد وعرفنا أن النصارى واليهود من الناس كما قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حزب القزة بالقزة حتى لو دخلوا جحر ضب إن دخلتم وراءهم، قالوا من هم يا رسول الله؟ فقال ومن الناس؟ اليهود والنصارى. طبعا ليه؟ لأن أكثر أهل الأرض يهود ونصارى وكفر، اليهود والنصارى من الناس. فإذا ورد مثل هذا النص في القرآن قولوا للناس حسنى، وهذا نص يفيد عموم الناس، وجاءني نص باستثناء بعض الناس أغلظ عليهم ولا أقول له حسنى، يبقى ما فيش تعارض. نقول إيه بقى في سبيل الجمع؟ وقولوا للناس حسنا إلا من استثناه الله ورسوله. يبقى لما ندخل الكلام على بعض كده يبقى لا تعارض ما بين النصوص. قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. طيب ده الحسنى دونات الغلظة، يبقى هل في تعارض؟ لا، ليس في تعارض، في شق يستحق الحسنى وفي شق يستحق الغلظة وهكذا. فإذا وهذا الكلام أنا طرحته كله أمامكم، فلعل يعني صاحبنا لم يحضر جزء من الكلام، لكن لم يرد في كلامي أنك أنت إذا قابلته أن تطرحه في بئر. بالعكس أنا أقول لك
إذا وجدته في بئر فأخرجه، أي كلام صالحه، إذا لقيت واقع في بئر طلعه. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل: ألنا في هذه الأنعام أجرا؟ ها؟ قال: لك في كل كبد رطبة أجر. فخلاص اعتبروا من الأنعام وطلعه. أقول قولي هذا.